تواصل اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع استقبالها لطلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 حتى يوم الأحد المقبل. وتلقت المراكز في اليوم الأول 240 طلب ترشح للانتخابات النيابية والبلدية. وأشارت اللجنة التنفيذية للانتخابات إلى أن عدد الطلبات التي تلقتها اللجان يعكس حجم المشاركة الواسعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا الإقبال الكبير إلى حين غلق فترة تلقي طلبات الترشح، والتي تستمر لغاية 21 من أكتوبر الجاري. وقد تلقت المراكز الإشرافية في اليوم الأول 190 طلب ترشح لعضوية مجلس النواب و50 طلب ترشح للمجالس البلدية. وسجلت المحافظة الشمالية أعلى نسبة في عدد مقدمي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب ب 74 طلب ترشح، تلتها محافظة العاصمة ب 42 طلبا، فيما تساوت محافظتا المحرق والجنوبية بعدد طلبات الترشح ب 37 طلبا لكل منهما. أما لعضوية المجالس البلدية فقد سجلت المحافظة الجنوبية أعلى عدد للمتقدمين ب 21 طلبا، تلتها المحافظة الشمالية ب 17 طلبا، وأخيرا سجلت محافظة المحرق تقديم 12 طلبا.